في نهاية جولتي النهاردة في مسرحية مبروك جالك ولد بعد قراية الفاتحة، الفنانين بقى إن شاء الله 5 دقايق هيكونوا على خشبة المسرح، المخرجة الجميلة صديقتي وحبيبتي المخرجة الجدعة المبدعة بتول اللي دايما بتشرفنا بأعمال مهمة سواء في مصر سواء هنا في المنطقة العربية كلها، قدمت أعمال كبيرة ومهمة، وأنا اخترت إن احنا نبقى ما بين تاريخنا وأصولنا مع تمثال أم كلثوم رمز الفن المصري ورمز مصر وأحسن مطربة في التاريخ، طبعا اللقب اللي أخدته أم كلثوم بعد وفاتها بزمن إن يختاروها، وإن شاء الله كده يا رب ياخدوكي كده أحسن مخرجة في التاريخ إن شاء الله يا بدر. مبروك يا حبيبتي. أولا يا بوس ثانك يو سو ماتش إنك دايما في ظهري ودايما معايا، وإنت عارفة أنا بتفائل قد إيه بيكي وبحب إن دايما تكوني معايا في كل حاجة يا بوس، يعني أنت أختي وعشرة العمر، فشكرا جدا. احنا مع بعض من أول يوم وبشوف نجاح بتول سنة ورا سنة، عملت حاجة في الأوبرا في مصر لسه خلصانة يا جماعة على أعلى مستوى، عودة المسرح في المدارس والاحتفالية الكبيرة اللي اتعملت في دار الأوبرا هي والعظيم مدحت العدل، قدموا حاجة مشرفة للبلد، مشرفة للفن، مشرفة لدار الأوبرا بنجوم عالمية من أرض مصرية، طبعا الجميلة يسرى وحنان مطاء، مش عايزة أنسى، وطبعا كارول سماحة خلاص هي خدت الجنسية المصرية فبنعتبرها كمان، ده بقالها كتير على فكرة. يعني انا ما بشوفش، يعني انا صراحه حته الجنسيه دي انا مش، انا بحس ان كل الشعوب العربيه واحد، يعني مش مفترض يكون بينا ولا باسبور ولا فيزا ولا اي حاجه، احنا حقيقي احنا واحد واحنا بنحس كده، يعني اكيد عندك صحاب من كل الدول طبعاً عمرك طبعاً ما شفتي ان هم فلان من بلد كذا، فعلا انت بتعاملي البني ادم مش الجنسيه أكيد. فكلنا اخوه وانت هنا لو تمشي كده هتلاقي فنانين، هتلاقي من سوريا ومن مصر ومن الخليج، حالا في السعوديه ورانا تمثال ام كلثوم ده اكبر، عبد الحليم قدامنا، وبعدين هتلاقي في سوري ومحمد هنيدي مصري، يعني في الخليجي، في من كل البلاد، ودي احلى حاجه في الدول العربيه. ودايما انا بقول الفن هو اللي بيجمعنا، يعني حتى لو اختلفنا سياسيا ولكن الفن هو اللي بيجمع الشعوب، ولسه شايفه مصريين كتير جايين يحضروا المسرحيه النهارده بيقولوا لي احنا عشان دكاتره ما كناش بنقدر ننزل ونسيب شغلنا نحضر مصر، فرحانين ان المسرحيات بقت موجودة هنا، نيجي نشوف النجوم بتوعنا ونشوف مسرحياتنا وننبسط معاهم. الحقيقة اللي حاصل في الرياض شيء يعني زي ما بيقولوا فعلا فوق الخيال. النهاردة غير ان افتتاح مسرحيتنا في حفلة فيها اكتر من 40 فنان من نجوم الوطن العربي، وحاجة مشرفة جدا وشيء جميل ان تبقى نجوم بتجتمع في عمل فني واحد، يعني ما اعتقدش ان ممكن الجمهور في يوم من الايام يمكن يتخيل ان ده ممكن يحصل، فحقيقي شيء يعني مشرف جدا، واحنا يعني محظوظين ان اجيالنا بتحضر الاحداث الفنيه المهمه دي الحقيقه. اكيد يعني اكيد دي مش اول مره عرض ليكي في موسم الرياض والبوليفار، ولكن انا جيت معاكي كان عرض كمان مهم جدا، 5 ايام هنا كانوا ممتعين جدا مع مغني ونيكول سابا وبدريه ومريهان ومجموعه كبيره من النجوم. النهارده كاست مختلف، حتى شكل المسرحية وفكر المسرحية ان انت مطلعاهم طول الوقت على خشبة المسرح مع بعض بديكور متحرك سريع بشكل جديد، تقنية جديدة، كلميني عنها. والله الحمد لله انا يعني محظوظه ان انا ده تاني عمل ليا هنا، ومحظوظه ان الحمد لله في العملين كان معايا مجموعه من النجوم كواليسهم اكتر من رائعه، يعني الحقيقه انا سعيده بكل الفنانين، مش عايزه انسى حد، انا معايا 14 فنان السنه دي، احمد فهمي، ايتن عامر، مريان حسين، محمود الليسي، استاذ سامي مغاوري، استاذ محمد محمود، مش عايزه انسى حد، انت اكيد صورتي معاهم كلهم وكله يعني مسير وعبد العنيني ومصطفى وسريع عبد الهادي يعني وهنا الطفله القمر عامله مفاجاه معانا يعني فالحقيقه الناس كلها انا سعيده بوجودهم، او يسامى ابراهيم، كلهم الحقيقه ناس انا محظوظه بالتعاون معاهم، وفهمي مفاجئني، فهمي اول مره، فهمي اول مره اقنعتيه ازاي؟ انا عايزه اقول لك انك هتتفاجئي بيه، مش هتحسي ابدا انه اول مره يقف على المسرح.